ابرام كوفا كيمر في الجهه اليمنى عند برانس كينيدي، تمريره خاطئه. ولاحظوا لاحظوا يعني هذه التمريره كتبين يعني اللاعبين اللي بداو كيتصابوا بالعياء، لاعبي فريق باراغيونغ الليبيري، واللي بامكان الفريق الكوك المراكشي ان يستمروا يعني على النحو الجيد. تمريره في الجهه اليمنى، هذه محاوله فائده فريق الكوك المراكشي، تمريره ولكن محمد الفقيه، لكن حتى لاعب تالي كتضيع هذه المحاوله، وغادي يكون هناك تغيير ثالث واخير في صف فريق الكوكب المراكشي بعد دخول جيفرسون، دخول يوسف العياطي، الان دخول مراد الزيتوني، لاعب اللي كنعرفوا لانه كيلعب في وسط الميدان مراد الزيتوني. اذا خروج وليد الصبار، اذا خروج وليد الصبار ودخول مراد الزيتوني. امامنا لاعب وليد الصبار، لاعب سابق لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، دخول مراد الزيتوني، لاعب مخضرم في صفوف فريق الكوكب المراكشي، واحد من اللاعبين اللي عندهم تجربه، كذلك عنده يعني اللاعب اللي كيمتاز بالقتاليه في وسط الميدان. اول لمسه للزيتوني كوياتي، محمد الفقي، شاكو عند خالد اسقط، كوياتي، يوسف العياطي، يعني اللاعبين ديال بوباكار ديال بارانغ يونغ يعني، والمدافع سولومون ياوي وبويما سوني، كي يعني طلبوا من اللاعبين انهم يلعبوا على الدفاع الخطي، وبالتالي بامكان اللاعبين ديال فريق الكوكب المراكشي يعني يعني الضربات قصيره وبتمريرات قصيره انه اللي يضربوا هذا الدفاع حتى لو ما يكونش هناك يعني وضعيه ديال التسلل. هذه محاوله فائده فريق الليبيري من الجهه اليسرى، تدخل ديال اللاعب الشخصي اللي كيبعد الكره للشرط، اقل من 9 دقائق على نهاية الوقت الأصلي من المباراة. 3-0 لفائدة الكوكب المراكشي، هدف عمر المنصوري في الدقة السادسة، عبد الإله عميمي كيسجل هدفين دقيقة 45 ودقيقة 62. النتيجة كتبقى مهمة، ولكن أعتقد بإمكان الكوكب المراكشي أنه يضيف يعني أهداف أخرى في هذا اللقاء. تمريرة من لاعب برانس كينيدي داخل المعترك، ولكن سهلة عند الحارس محمد أوزوكا. أحمد شاكو، لا الكأس الاتحاد الإفريقي ولا دوري أبطال إفريقيا، أكيد هناك تواجد ديال الأندية اللي عندها تجربة كبيرة، كنعرفوا بأنه يمكن الدور التمهيدي والدور الأول يمكن كتكون مباريات ما غاديش نقول سهلة، ولكن يمكن كتكون في متناول الأندية اللي عندها تجربة. تبع المحاولة، محاولة جيفرسون خضع الكرة بالصدر ديالو، يسدد بالرجل اليسرى، ولكن التسديدة ديالو كتمشي فوق مرمى الحارس أنيتون سيمبي. لويس جيفرسون كان بامكانه ان يضيف الهدف الرابع كما نتابع خالد اسقاط يمرر. لويس جيفرسون من وراء المدافعين خضع الكره بطريقه اكيد اللي تمكنوا انه يوضع الكره امامه. هنا كنتابعوا محاوله اخرى كانت بواسطه يوسف العياطي اللي سدد تسديده كانت سهله في يد الحارس، العديد من المحاولات اللي ضاعت. لاحظوا محاوله اخرى مره اخرى بواسطه يوسف العياطي، وهذا كيبين بانه الكوكب المراكشي كان بامكانه انه النتيجه تكون اكثر من 3 ديال الاهداف. قلت بانه الانديه كبيره اللي عندها تجربه حاضره سواء في منافسات كاس الاتحاد الافريقي او منافسات دوري ابطال افريقيا
يعني كاس الاتحاد الافريقي، هناك تواجد لانديه الترجي التونسي، افريكا سبور الايفواري، هناك انبيل المصري، هناك بلديه وهران الجزائري، النادي الرياضي القسطنطيني الجزائري، تواجد كذلك الاتحاد الليبي، سان الوي لوبوبو من الكونغو. بالنسبه لدوري ابطال افريقيا اكيد الاهلي المصري، بلديه بجايه الجزائري، الاهلي، طرابلس، الزمالك، الهلال، المريخ، وفاق سطيف، نجم الساحل التونسي، فريق الوداد، اولمبيك خريبكا، كلهم اكيد فرق وانديه اللي عندها التجربه ديالها والحضور على المستوى الافريقي، وبالتالي كل ما يعني تقدمنا على مستوى الادوار كل ما غادي تكون هناك يعني مباريات ومواجهات قويه، خصوصا لما كيتعلق الامر باللقاءات مع انديه شمال افريقيا. مباراه نظرا لاعتبار بانه فريق اولمبيك خريبكا امام فريق النجم الساحلي التونسي، واحد من اقوى الانديه على المستوى الافريقي. بس 100 درهم كيعطيكمو لمدة شهر كامل ساعتين للمكالمات، 1000 اس ام اس، 100 درهم للرصيد و10 جيجا انترنت. ايه 10 جيجا انترنت، هادي راه محتاجاش الاشهار، هادي راه السخاوه ديال بصح. يدخل جون ديوداني، لانتوانا، فينوسا، تابوازي، تنيانا، سيلفانا، نيجيفا، هادي اللاعب كلود بيرنار، هادو خمسة لاعبين هما لاعبين دوليين. رانيها ميتشل، هناك نارفيلو رونال، جون لويس دي غونزاغ، اندريانا فالونا، اندوانا، و رينجالا رينينو. هذه التشكيله الاساسيه، التشكيله الاحتياطيه، هناك فرانيانا اوليفيي، نياسيكس، ميلسون، كاسيمو لوسيان، ميريجا فورتشينات، توفوناي، بيرلي، و فانو مونزانتا، و لاليانا جاكواد. كانت صعوبة في نطق اسماء الفريق كنابس المرقاشي بحكم بأنه الأسماء هي تكون من 4 أو 5 أسماء، والمدرب هو هيغيبي مدرب فريق كنابس. فريق الوداد البيضاوي يدخل بالتشكيل الآتي كما رأه توشاك، زهير العروبي، بقية اللاعبين نصير عبد اللطيف، الكردي، ياسين، يوسف رابح، فال مرتدى، الأصبحي، أنس سعيدي، صلاح الدين، إبراهيم السوري، هجوج رضا، الحداد إسماعيل، وليد الكارتي. هذه التشكيلة الأساسية، التشكيلة الاحتياطية، هناك عقيد محمد، فابريس أوندامان، عطوشي أمين، أيت بنيدر جمال، ونجم محمد، وقاسم أيوب، وحسني رشيد. في حين نسجل باستغراب كما قلت إبراهيم النقاش ليس لا في التشكيل الاحتياطي ولا في التشكيل الأساسي رفقة اللاعب قرناص مهدي، وتبقى اختيارات المدرب جون توشاك بالإشارة. فنقاش كان قد شارك رسمي في المباراة التي تأهل فيها الوداد البيضاوي، هناك بينهم إذن على العموم المباراة انطلقت ستنطلق عفوا بعد لحظات ما بين الطرفين، كما قلت بأنه كل قراءة واردة من خلال هذه المباريات، وأكيد بأنهم العارفون بدهاليز كرة القدم الإفريقية أيضا يعرفون تمام المعرفة، هو أنه كرة القدم الإفريقية هي كرة تبقى ملغومة، وأكيد بأنه ليس هناك نادي ضعيف ولا هناك نادي قوي. ولكن يمكن القول بأنه فريق كنابس وصل بالأمس في الليل في المساء، وبالتالي العياء 19 ساعة هي مدة زمنية الفاصلة ما بين الرحلة من مدغشقر إلى هنا إلى المغرب عبر إسطنبول التركية، وبالتالي فهي رحلة شقة وشقة وصعبة، وبالتالي فالعياء يمكن
كذلك من بين العوامل التي سيعول عليها فريق الوداد البيضاوي والتي يمكن بالتالي أن تترك فريق الوداد البيضاوي مرشح لأن يكون هذه المباراة يأخذها بحزم. ولكن كما قلت بأن كل هذه القراءات أكيد بأنها تتبدد على أرضية الملعب، لأن أرضية الملعب هي الفيصل. يمكن قولك بأنك توصل به يمكن، ولكن هذا لا ينقص من قيمة الخصم بقدر بأنه المردود التقني الحقيقي على أرضية الملعب. قد نفذ الآن ضربة خطأ فريق الوداد البيضاوي في المحاولة، كيرفع الكرة وضربة جزاء، ضربة جزاء أعتقد بالفعل، ضربة جزاء، ضربة جزاء للوداد البيضاوي، ضربة جزاء واقعية لا غبار عليها. الحكم المالي باستعداد كبير، هذه ضربة جزاء جد مبكرة، أعتقد بأنه ضربة جزاء، بل لا أعتقد وبل لي اليقين بأنه ضربة جزاء، لأن لمسة اليد كانت واضحة. كنا كنعرفوا بأن نحن نتعامل بمهنية واحترافية، ولا حتى أننا في مسألة أنه فريق أجنبي. نشاهدوا الآن كيفاش تم موضوع صحيح. إذن شكرا للزملاء اللي أعطونا اللقطة، وبالتالي اللقطة تغني عن أي شك، وقد تغني حتى فريق نمص عن احتجاج قد يبدو غير واقعي، خصوصا بأنه كما قلت وأسلفت الذكر الصورة غنية عن كل تاريخ. إذن بداية موفقة لفريق الوداد البيضاوي. الوداد البيضاوي إن شاء الله غدا سيتوجه في رحلته إلى مدغشقر، كما قلت بأنه رحلة تستغرق ما بين 17 حتى 19 ساعة، وبالتالي سيصل إلى مدغشقر، وكذلك 500 كيلومتر تفصله ما بين مدغشقر والمدينة يتوجد فيها فريق نابلس. إذن سنتابع فرصة تسجيل الهدف، وبالفعل الهدف يسجل لفريق الوداد البيضاوي، ورضا الأجوج يسجل الهدف مبكرا لفريق الوداد البيضاوي. كما قلت بأنه فريق الوداد البيضاوي غدا سيتوجه مباشرة في رحلة ستكون ضرورية، تفاصيل الرحلة سأتطرق لها لاحقا، ولكن لوسيكوي اللي قام به او المدار اللي قام به فريق نابلس كان عن طريق اسطنبول التركية، ومن اسطنبول توجه الى المغرب، وبالتالي كما قلت بانها رحلة ستكون فعل حسنا الوداد بانه غدا سيتوجه، خصوصا بانه المباراة السبت القادم، وبالتالي من اجل الاستعداد كما قلت بانه فريق تجاوز هذا الدور الأول، وبالتالي فلا يمكن الحديث سوى عن أنه عامل المفاجأة. فريق نابلس يبقى من بين الفرق القوية في مدغشقر، أحرز اللقب والإزدواجية في عدة سنوات، وسأعود لتاريخ الفريق. ما كاينش هناك معلومات كبيرة عن هذا الفريق. نتابعوا الآن، هذه محاولة، هذه كانت محاولة، ولكن اللي كاين هو أنه الفريق هذا هو المسيطر، حوالين نقول لكم اللاعبين الدوليين في منتخب مدغشقر، هناك ديوندون رقم 16، هناك رقم 4 فينوزوا، هناك تيبوزوا، وهناك سيلفانيا، وهناك برنار، وهناك ميكايل. 6 لاعبين هم اساسيين في التشكيله الاساسيه لمنتخب مدغشقر، وهذا يفسر بانه هذا الفريق هو يعتبر من خيره اللاعبين ديال الفريق ديال دوله مدغشقر. حتى الان تقنيا الطريقه ديال تبادل الكرات كتبين بان الفريق ماشي سهل، ولكن الحكم على هذا الفريق مبكرا يبقى حكم سابق لاول. اذا على العموم كيتنفذ الان تماس لصالح فريق كنابس المالكاشي. اللغة الثانية لدولة مدغشقر هي اللغة الفرنسية. نتابع الآن وليد الكرتي يحاول أنه يمرر، ولكن حد الآن لاعبين صراع ديال فريق كنابس، حداري لاعبين صراع، لاعبين صراع، لأن كنشاهد كيفاش أنهم كينتقلوا بسرعة في بناء العملية الهجومية. كما قلت بأنه الفريق لسنوات حرز في 2010 حرز البطولة المدغشقرية، حرز كذلك في 2011 على كأس مدغشقر، حرز كذلك على كأس محيط الهندي، وهي مجموعة جزر تلعب في هذا الكأس، وهي كأس محلية ما بين عدد من الجزر، بينهم جزر موريس وعديد من الجزر. هناك كذلك في 2012 حرز على البطولة، وفي 2015 أحرز على الإجوازية البطل والكأس، وبالتالي فهذا الفريق ما غاديش يكون فريق من فراغ وصل لهذا النتائج، بقدر ما أنه فريق الوداد خصو يتعامل بحزم مع هذه المباراة، وأكيد بأنه فريق الوداد بالنيجر أخذ العبرة، خصوصا بأنه درجة الحرارة كانت عالية
العالية جدا 42 درجة. وفريق الوداد البيضاوي يجد صعوبة بالغة باش أنه يفرض أسلوبه آنذاك. إذا تابعوا هذه المحاولة، هذه التمريرة، فريق الوداد أحسن ما يمكن أنه يعمل هو أنه يبدأ بداية سريعة. كنا محظوظين جدا باش أننا تكون ضربة جزاء منذ ضربة البداية، وضربة جزاء منذ ضربة البداية اللي عطات الأكل ديالها عن طريق رضا الجوج. جماهير فريق الوداد أتت ولبت النداء الحمراء، وبالتالي من أجل تشجيع الفريق في كل اللحظات، خصوصا بأن المحطات الإفريقية. فريق الكوكب المراكشي ضرب بقوة باراكيونغ من ليبيريا، ضرب بقوة ب3-0. هذا اللي كبير بأنه صحوة الكوكب المراكشي قادمة، خصوصا بأنه فريق الكوكب رغم أنه ما يعاني في الدوري الاحترافي، فيمكن أقول بأن 3-0 نتيجة طيبة وطيبة جدا، وما نتمنى هو أن تكون نفس الحصة مثل فريق الوداد البيضاوي على الأقل. إذا تابعوا الآن رشيد حسين كيرفع الكرة رفعات الكرة من خط وسط الميدان اللي كان رفع الكرة هو الكردي ياسين. تعود الآن مرة أخرى إلى فالمرتدى، فالمرتدى عند الآن في وسط الميدان عند اللاعب الأصبحي أنس. تعود الآن مرة أخرى إلى فريق الوداد البيضاوي، مسيطر الآن فريق الوداد على مستوى خط وسط الميدان، ولكن يمكن نقول بأنه اللاعبين ديال الفريق أصبحوا كيلعبوا بسرعة وكيلعبوا نوعا ما. كاين هناك بعض التدخلات القوية هدوج كيومرير، ولكن هناك تسلل بالفعل، هناك تسلل، كان تسلل واضح لإبراهيم كيتا. إذا كان تسلل واضح، هذا مثل ديال فريق مدغشقر اللي كيبقى كما قلت بأنه يعول على عامل المفاجأة هنا بالمغرب. ولكن على العموم فريق الوداد البيضاوي حد الان هدف للصفر، نتيجه جيده في توقيتها، اقولها في توقيتها، لانه مرت الان 8 دقائق، متقدم بهدف شيء ايجابي وايجابي جدا. بالفعل بالفعل ممتاز، ولكن كان خصو يمرر بشكل احسن. بالفعل كان هناك خطا فادح من الحارس الدولي لكيتا، كان بامكانه انه يتعامل مع الكره بشكل احسن. سنعود للاعاده بعد تنفيذ هذا الركنيه، ركنيه الان لصالح فريق الوداد البيضاوي. كترفع كره عاليه ومحاوله ضربه راسيه، الكردي كيرفع كره والهدف الثاني. ممتاز ممتاز ممتاز، اسماعيل الحداد هو اللي سجل الهدف بطريقه جيده بالاكستيريو دو بي، يسجل الهدف بطريقه جيده. اذا هدفين للصفر، هدفين للصفر، وبالتالي فريق الوداد البيضاوي لحد الان اقولها مره اخرى نتيجه جيده نظرا للتوقيت المباراه، وبالتالي هدفين للصفر. اذا الان يمكن نقول بان فريق الوداد البيضاوي جد موفق في بناء العمليات الهجوميه. نشاهد الان رضا الهجوج كيرفع الكره، كان هناك ارتقاء تبعدات الكره، و اسماعيل حداد اللي ترفعت الكره بطريقه جيده. نشاهدوا الان كما قلت لكم بلاكستيريور دي بي كي بخارج القدم رفع الكره بطريقه جميله لوبا فوق المدافع الاوسط لفريق كنابس من مدغشقر. اذا النتيجه طيبه لفريق الوداد البيضاوي مع بدايه هذه المباراه، واقع هدفين صفر غادي تخلي بان الوداد غادي ياخذ معنويات كبيره، وبالتالي لملا نتابعوا حصه تكون اقوى واكبر. تابعوا الان كره في خط وسط الميدان ديال فريق الوداد البيضاوي السعيدي صلاح الدين. شاهدوا الان كيفاش هذا اللاعب بانه، ولكن كانت هناك خطا، هذا هو اللاعب رقم 13 اللي هو رينشالا راهيني نافو، هو اللي كان وراء هذه الكره او هذا الخطا. اذا دائما هدفين للصفر نتيجه كما قلت بانها طيبه لفريق الوداد البيضاوي بحكم التوقيت، وتوقيت المباراه ما زالت فيه 9 دقائق. يمكن ان نتابع مهرجان وكرنفال للاهداف خلال هذه المباراه، ولكن كما قلت دائما وجب الحيطه والحذر واستغلال كل الفرص. كاين هناك تسلل، كاين هناك تسلل كيرفع الحكم المساعد لحد الان التحكيم الثلاثي المالي لحد الان كيقود المقابله بحيطه وحذر، وكذلك ياخذ المقابله. ما كاينش هناك ملاحظات على اداء التحكيم. ضربه جزاء كانت واضحه وضوح الشمس، وبالتالي كانت موفقه. الهدف الثاني ديال اسماعيل حدار كان هدف مشروع وشرعي، وبالتالي لحد الان لا يمكن ان اخذ على طاقم تحكيمي اي شيء، ليس فقط لاننا فائزون او فائزين، ولكن واقع الحال يقول ذلك. اذا كيف تفادى الان تماس الان لصالح فريق كنابس في خط وسط الميدان.
اللاعبين ديال الفريق يعني للامانه ماشي لاعبين سيئين. طريقه كل كيعرف بانه من طريقه لمسه الكره كيبان لك المعالم او المعنى ديال اللاعبين. لحد الان كرات سريعه ما بيناتهم، كذلك لاعبين كما قلت بانهم من قوتهم في البطوله المدغشقريه وانهم كيفوزوا بحصص كبيره. الفريق يحتل دائما المراتب الاولى في البطوله المدغشقريه، وبالتالي فهو مسيطر، ودليل بانه 6 لاعبين هما الان في المنتخب المدغشقري. اذا تابعوا الان محاوله نصير كيرفع الكره، كره عاليه، كيتا كي هي كره، فرصه الهدف الثالث تضيع، فرصه الهدف الثالث تضيع على حارس كذلك دولي جونغ دون حارس المنتخب المدغشقري. لحد الان في فريق الوداد البيضاوي باسط السيطره، يمكن نقول بانه ما غاديش نقول وجد سهوله في الدفاع، ولكن موفق بكثير باش انه كيزعزع استقرار المدافعين. اذا تابعوا الان، هذا كان سوء تفاهم ما بين كيطا واسماعيل حداد. تعود الان للكردي الان لصلاح الدين السعيدي، صلاح الدين كما الكره اماميه، تعود الان لفريق الوداد البيضاوي. لحد الان لاعبي ديال فريق الوداد تقوا في امكانيتهم بشكل كبير، وبالتالي فهم الان واخذين زمام المبادره وايضا واخذين المقابله بنوع من الجديه ونوع كذلك من السرعه، وهذا هو اللي مطلوب في مثل هذه المباريات. كما قلت بانه مباراة أنيجر فريق الوداد عانى صعوبة، وخصوصا بأنه كانت الحرارة جد مفرطة، وبالتالي فكل هذه الاحتمالات تبقى واردة، احتمالات التحكيم تبقى واردة، وبالتالي فكلما أنك مشيتي بمأمن ومشيتي بمكسب ومشيتي كذلك أنك حققتي نتيجة جيدة. نشاهدوا الآن كيفاش كان بإمكان هذه الكرة تكون سبب في الهدف التالي. نتابعوا الآن في خط وسط الميدان، دائما فريق الوداد كيعتمد على الكرات العالية، محاولة الإبعاد، كاين هناك فراغات في خط وسط الميدان مستغلين لاعبي الوداد بشكل جيد، مستغلين كاين هناك فراغ في خط وسط الميدان ديال فريق كنابس، وهذا واضح من خلال بانه لاعبي فريق الوداد البيضاوي كيوصلوا ما غاديش نقول بسهوله، ولكن كيلقاو المساحه امامهم باش انهم يوصلوا لقلب الدفاع. ولكن اعتقد بانه ما خصهمش يبقوا يعتمدوا كثير على التمريرات العاليه. نتابعوا الان محاوله والهدف الثالث، هدف ثالث مهرجان كرنفال الاهداف، كرنفال الاهداف 13 دقيقة 3 الاهداف، وهذا كيفسر بانه في معدل 4 دقائق هدف، وبالتالي إذا مشينا بهذا المعدل فيمكن تابعوا سكور كبير وكبير. ففريق الوداد 3 الاهداف للصفر، يمكن نقول بانه المباراة سهلت على فريق الوداد البيضاوي رضا الهجوج. نتابعوا الان التمريرة وكيف كان اسماعيل حداد اللي جاء من وراء وبعيدا عن الرقبة. مباراة في المتناول لفريق الوداد البيضاوي، مباراة في المتناول لفريق الوداد البيضاوي اللي كيوجه صفعة قوية لفريق كنابس. لحد الآن 3-0 في 14 دقيقة، هذا اللي كيبين بأنه المباراة ففريق الوداد البيضاوي يمكن أن يرفع الحصة أكثر من هذا، وبالتالي ربما سنتابع حصة قوية لفريق الوداد البيضاوي. إذا على العموم تابعوا الآن، نتابع محاولة الآن لفريق كنابس، ولكن بدون أن تؤثر على استقرار لاعب الأصبحي. تعود الآن في خط وسط الميدان، فريق كنابس كيحاول أنه يرفع من رتم المباراة، كيحاول أنه يتقدم. لحد الان لاعبي فريق الوداد ما خصهم بطبيعه الحال هنا في الملعب، ما يمكن انه احسن ما يمكن تعمل هو انك تسجل وما يتسجلش عليك. ف اي هدف. نتابعوا الان هذه محاوله لصالح فريق كنابس اللي غادي يحاول انه يبني الهجمه التسديده، وزهير العروبي هذه كانت تسديده. قلت بانه كاين هناك بعض الامكانيات خصوصا على مستوى الاختراق بالنسبه للاعبي فريق كنابس، يعني كيحاولوا انهم يعطيوا ايحاءات ويعطيوا كذلك للاعبي فريق الوداد البيضاوي بانهم
قادرين باش انهم يلعبوا كره في الخط الامامي. وبالتالي هذا امر كيخليهم بانهم كيحاولوا يزرعوا الثقه في امكانياتهم. هذا بالنسبه للاعبي فريق قنابس. نتابعوا الان هذه المحاوله، ولكن دائما تعود للاعب رنجالا ولكن كانت مبعده وفقط الان لصالح فريق قنابس. لحد الان يمكن اقول بانه الوداد حقق الاهم من خلال هذه المحاوله، وبالتالي فناسبول لحد الان فريق كلاب سبورت لحد الان يعيش على وقع 3-0، وبالتالي هي نتيجه لا تخدم مصلحته. وبالتالي لحد الان يمكن ان نقول بانه لحد الان ففريق الوداد البيضاوي ناجح في عمليات في هاد بدايه هاد المباراه، وبالتالي ففريق كنابس يزيد صعوبه في التعامل والتاقلم مع واقع المباراه. كما قلت بانه واقع هاد المباراه يفرض انه فريق الوداد البيضاوي هو المتقدم وهو اللي متمكن من هذه المباراه نتيجه واداء، وبالتالي فهي نتيجه طيبه وطيبه جدا لفريق الوداد البيضاوي. قلت واذكر بانه فريق الفتح الرباطي تعادل مع لوما الكاميروني بهدف لمثله. مجريات المباراه كانت كتقول بانه فريق الفتح الرباطي كان بامكانه ان يعود متفوق، ولكن حتى نتيجه هدف لمثله نتيجه ايجابيه. شريطه ان يكون التعامل بنفس الحزم او اكثر في مباراه العوده هنا بالمغرب. فريق الكوكب المراكشي حقق فوز جد جد مهم على فريق من ليبيريا. وبالتالي تابعوا الان هذه المحاوله، وبالتالي كانت نتيجه ايجابيه امام بارغيونغ الليبيري 3-0، والوداد البيضاوي يحقق التفوق 3-0. وكذلك ننتظر ونتمنى ان تكون نتيجه ايجابيه لفريق اولمبيك خريبكا من فريق نجم ساحه التونسي. مباراه ستكون قويه وقويه للغايه. كلنا كنعرفوا بانه المباريات كنا كنعرفوا بان مباريات التونسيه المغربيه كلها كيكون عندها طعم خاص وطبع خاص، وبالتالي فاللي نتمنى هو ان فريق اولمبيك خريبكا يكون محضر بشكل كبير ويكون تحدي امام اللاعبين باش انهم يكسروا. ما غاديش نقول هذه القاعده ديال التفوق كره القدم التونسيه، ولكن في السنوات الاخيره الكره التونسيه بدات تفرض قوتها في المواجهات مع الانديه المغربيه، وبالتالي فما نتمناه هو ان يكون غدا فريق اولمبيك خريبكا مساند في مباراته اللي نتمناو بانها تكون نتيجه طيبه لفريق اولمبيك خريبكا في انتظار مباراه العوده. والعموم كنا كنعرفوا بانه المواجهه الافريقيه هي كتشكل اختبار حقيقي لقدراتنا وكذلك لاستثمارنا في كره القدم، واين وصلنا في على مستوى الانديه بالنسبه لكره القدم الافريقيه. نتابعوا الان وليد الكرتي شنو غادي يعمل الان؟ كيبحث على السند لاعب فريق الوداد. نزلوا من ايقاع المقابله بعد حققوا 3-0 استراتيجيا فكره جيده، خصوصا بانهم تفوقوا ب 3-0 مع البدايه، وبالتالي فيبحثوا على هدف رابع او خامس، وهذا امر غادي يبقى وارد في اي لحظه، وهي نتيجه ستكون نتيجه مطمئنه بشكل كبير جدا بحكم بانه لا يمكن الجزم في نتائج كره القدم. فلكل مباراه ظروفها الخاصه ولكل مباراه وضعيتها الخاصه. نتابع الان اسماعيل حداد كيرفع الكره، فكره كانت جيده. نتابع الان السعيدي، ولكن الحكم يتدخل ويعيد الكره للاعب الكردي. تعود الان فار في خط وسط الميدان. فريق الوداد البيضاوي لحد الان يمكن اقول مسيطر على المباراه بشكل كبير، بشكل يمكن اقول بانه لا يناقش حتى في نسبه السيطره. تابعوا الان هذه المحاوله خطيره، ولكن يوسف رابح بالتغطيه بشكل جيد. دائما لاعبي كما قلت بانهم صراع، نتابعوا الان فريق كنابس بناء هذا الهجمه. تفقدت القوه ديال هذه الهجمه لما كان تدخل جيد ديال لاعب يوسف رابح. الزهير العربي بسرعه الان كانت محاوله، ولكن الحكم كيقول لمسه يد. بالفعل لمسه يد دائما لصالح فريق الوداد البيضاوي. اذا لحد الان المباراة تسير في صالح الوداد البيضاوي، وفريق الوداد البيضاوي هو المستفيد من هذا التقدم. أكيد بأنه تقدم سيعطي لفريق الوداد البيضاوي
هاد يعطيه التفوق، وبالتالي سيعطيه الثقة في أن يأخذ كل دقائق المباراة مأخذ الجد. إذا على العموم دائما 3-0 في مباراة يمكن أقول بأنها في متناول فريق الوداد البيضاوي. لا أريد أن أقول مباراة سهلة لكي لا أستصغر الخصم، لأنه ما زالت 20 مرت 20 دقيقة فقط، وكرة القدم كما قلت بأنها يمكن أن تأتي لك بأي مفاجأة، وبالتالي ففريق الوداد وجب الحذر التعامل مع كل مجريات الدقائق، وأخذ كذلك أن يواجه الخصم باحترام كبير من أجل أن يصل إلى منتخاه ويصل إلى هدف. نتابع الآن هذه المحاولة، نشاهد اللاعبين ديال فريق كنامس كيفاش كان أنهم كيحاولوا يبنيوا الهجمات عن طريق التمريرات القصيرة والسريعة. الآن في محاولة لبناء الهجمة، يمكن نقول بأن حتى الطريقة اللي كيبغيو يلعبوا بها هي نوعا ما استعراضية. نتابع الآن إسماعيل حداد، إسماعيل حداد كيرفع الكرة، كيرفعها بشكل جيد، ولكن كانت التغطية حاضرة. وليد الكرتي، وليد الكرتي الآن مطالبين ديال لاعب فريق الوداد أنهم تأتي المساندة، ثلاثة أمام خمسة أربعة لاعبين أمام ستة لاعبين، صعيب باش أنهم يخلقوا الفارق، وبالتالي ضاعت هذه المحاولة كما قلت بأنه الخصم في المتناول، بالتالي فيلعبوا بالورقة الهجومية بشكل كبير. نتابعوا الآن سعيدي صلاح الدين، توشاك قام انه صاحب اللاعبين بانهم يحسموا المقابله هنا بمركب محمد الخامس عوض انتظار المباراه. لا يعلم هو ولا لاعبه كيف ستكون ظروفها. اذا نتابعوا الان هذه محاوله ديال فريق كلابس انطلاقا من هذا الجناح الايسر، دائما دائما بحث عن محاوله للاعب لانيا جاكوت في خط وسط الميدان، الان دائما لصالح فريق كنابس، غادي يحاول انه يوصل للمرمى، ولكن ما كاينش هناك، بالفعل ما كاينش هناك خطا، ما كاينش هناك خطا، الحكم كيعتبر ذلك تحايل، الحكم بالفعل اللي قراره كان صائب وسليم بانه ما كاينش حتى يمكن نقول ما كانش هناك حتى فكرة الخطأ من اللاعب يوسف رابح. إذا على العموم مباراة من جهة واحدة، من جهة فريق الوداد البيضاوي الذي قادر على أنه يفرض أسلوبه وإيقاعه، هناك حضور جماهيري ماشي كثير بنفس العدد اللي كيحضر لمباراة فريق الوداد البيضاوي، كذلك بعض طلبة مدغشقري اللي كيقرا لأنهم كيزاولوا الدراسة ديالهم هنا بالمغرب، هما الجمهور الحاضر بحكم بأنه المسافة بعيدة وبعيدة من اجل تنقل الجمهور من مدغشقر هنا الى المغرب. اذا على العموم تعود مره اخرى فريق، نتابع الان لفريق كنابس اللي كيحاول انه يبني هذه الهجمه. نتابعوا الان اربعه لاعبين امام خمسه لاعبين، نتابعوا الان فريق كنابس خلال هذه المحاوله، ولكن باقي الخطوره وارده ومرتضى فال يبعد لكيتا، كيتا الان يهيئ كرة بشكل جيد، كيطلع لي الهجوج، سينطلق سينطلق الهجوج، رد الهجوج ممتاز، رد الهجوج كيرفع كرة ممتازة ممتازة، حرام على اسماعيل حداد، كانت غادي تكون هذه محاولة جيدة. نشاهدوا كيفاش انطلق رد الهجوج، والذي يمكن أقول بأنه بدأ يعود لبريقه، وبدأ هذا اللاعب يعود للتألق بعد لحظة فراغ. لا أقول دام الطويلة، اسماعيل حداد لم يركز، كانت غادي تكون يمكن قول بأن هدف جميل لو أن اسماعيل حداد كان مركز بالضربة الرأسية ومتمكن منها، كان غادي يكون هدف جميل. حتى الآن يمكن قول بأنه عرض مقنع وجيد من اللاعب رضا الهجوج في هذه الجهة، وبالتالي الهجوج الآن يؤكد بأنه قادم في أنه يكون من بين اللاعبين المؤثرين في تشكيلة فريق الوداد البيضاوي. نتابعوا الآن هذه المحاولة دائما لصالح فريق الوداد البيضاوي، قلت بأنه فريق كلاب سبور كان تفوق ب